تقاوم الطائرات، لديهم وحاديات، بل لديهم أيضا حتى أحزمة ناسفة، وأنا مسؤول عن هذا الكلام. الحقيقة مهندس الاستراتيجية الأمنية والعسكرية في داخل العراق المقبول قاسم سليماني كان له دور كبير في هذه المسألة، حيث أعطى أوامره بذلك الوقت من أجل دعم وشرعنة وجود حزب العمال الديمقراطي الكردستاني. كيف ذلك؟ أتكلم معك، لدي أرقام كثيرة ومعطيات الحقيقة لربما نقرأ قسم منها، تفضل. ولكن قبل ذلك أريد أن أؤكد مسألة معينة. إن حزب العمال الديمقراطي الكردستاني لديه عناصر من روسيا ومن إيران ومن إسرائيل ومن أمريكا متواجدين الآن في سنجار، وهناك أيضا عناصر يزيدية شعروا بالخذلان من المركز عندما تركوهم، شعروا بالخذلان من الإقليم الذي تركوهم، لذلك انتمى الكثير من الشباب المراهق ذهبوا، ومن الفتيات أيضا ضمن عناصر حزب العمال الديمقراطي. ولكن من أجل مصالح إيران ومن أجل تمرير السلاح والأموال والتهريب ما بين العراق وسوريا وما بين النظام السوري والنظام الإيراني، كان العراق معبر، وهذا المعبر يحتاج إلى وجود، وهذا الوجود كان بعض الفصائل السنية وكذلك الفصائل الرئيسية هي حزب العمال الديمقراطي، حزب العمال الكردستاني الذي لم يعترض على نقل السلاح ونقل الأشخاص وتهريب البشر ما بين العراق وما بين طيب سوريا، عفوا، وكان لكن أستاذ مصالح زياد عفوا، يعني متبادلة. قاسم سليماني إذا كان مساندا لهذا المشروع ما دخل للحكومة السابقة؟ الحكومة السابقة كانت ضعيفة في القرار، وهذا احنا ضعف لازلنا نواجهه نوعا ما، لازلنا حتى هذه اللحظة بسبب التدخلات. شنو دخل قاسم سليماني بالحكومة السابقة انها دعمت؟ هي لم تدعم، وقد تكون ضعيفة في القرارات. الحقيقة هي دعمت ماديا بأمر من سليماني، ولدي هناك قوائم بأسماء شخصيات من حزب العمال الديمقراطي يتلقون أموال ورواتب شهرية من قبل حكومة المركز باسم الحشد الشعبي، كذلك يمتلكون أسلحة نوعية ومتعددة وذات مواصفات خاصة، هذه كلها من المركز، من العراق قدم تلك الأسلحة لحزب العمال الكردستاني في وقت سابق، ويمتلكون أسلحة عديدة وحتى مقاومة الطائرات لديهم وحاديات، بل لديهم أيضا حتى أحزمة ناسفة، وأنا مسؤول عن هذا الكلام.